سيبيني في حالي بقول لك كده، مش عايزه اتكلم مع حد. هو احنا مش قد المقام ولا ايه؟ انتوا يا ستات، انتوا يا نسوان، البنت دي بتقول عليكم زباله وحورتجيه. حورتجيه؟ نعم يا روح امك، شايفه نفسك علينا اياك ليه؟ وانت احسن مننا في ايه؟ ما تشوفي نفسك يا بنت وانت عامله زي الخصايه المصديه. بقول لك ايه انت وهي؟ انا لا قلت عليكم ولا عدت، وكلمه ثانيه هنزل شباشب العنبر ده كله على دماغكم. نعم يا روح امك، شباشب ايه يا بنت؟ ده انا اللي هفتح دماغك. انا اللي هفتح دماغك يا بنت. بقول لك ايه يا ابله؟ انا هسيبها مخدره لعزوز وبيجي يطلب المليون جنيه. ما بلاش يا سوك، الناس دي ولاد ليل وشوارع وعداوتهم وحشه. هو الغنى بالعافيه يا ابله؟ انا اول مره اشوف مطرب بيغني بالعافيه. معلش بقى يا سوك، وان كان على السنه دي نصبرها، وهو تكون عملت لك قرشين ينفعونا بعدين، ويكون عزوز نسي حكايه الكباريه دي خالص، اهو تعمل لك مشروع وتقول له انك بطلت شغل كباريهات. انا زهقت يا ابله، كل ما تفتح من حته تقفل من حته تانيه، مش عارف اعمل ايه. احمد ربنا، احمد ربنا ان هي بتفتح اصلا. مش عارف يا ابله من غيرك كنت اعمل ايه. ربنا يخليك ليا. هيدا ابو طالب زياره. مالك؟ مالي؟ انت ليه بس بتعملي كده؟ ياه، معاملتي مضايقاك قوي؟ يا هايدا انا شرحت لك موقفي اكتر من مره. وان حضرتك لازم تنفذ القانون، صح؟ ايوه صح. وما دام صح، جاي تعمل هنا ايه دلوقتي؟ طب تعالي اقعدي. اقعدي طيب. آسف، حقك عليا. آسف بعد إيه؟ أنت عارف أنت عملت إيه؟ يا هايدا أنا ما كانش قدامي أي حل تاني، كان لازم أجيبك هنا الأول وبعدين أثبت براءتك، وبعدين أنا وعدتك إن أنا هفضل معاكي، وهو ده اللي أنا بعمله دلوقتي، وهفضل جنبك لغاية ما تطلعي براءة إن شاء الله. اتفضلي. ايه ده؟ باسبورك الجديد. اها، كنت عند عماد في المكتب واخدته منه. كده انت بقيتي مواطنه سوريه رسمي. اشمعنى؟ ما هو انا كان لازم استغل الحاجه الوحيده اللي انت بتفهمي فيها. وعلى فكره كوريا، اللغه اللي انت بتتكلميها دي وفاكراها انها تركي تبقى سوري، وده باسبور سوري. ايه؟ هي لغه نتدارى فيها والسلام يا كوريا. انا ما اعرفش ازاي انت اصلا كان ممكن تتكلمي مصري. لا اخوة ان شاء الله هندية. لا لا لا، ابوس ايدك، كفاية عليا التركي. اسمعي، الأوضة دي باسمك دلوقتي، باسمك الجديد كده، مالكيش أي علاقة بمصر. اسمك الجديد ايه؟ نسيت. النبي كنت فاكرة بس نسيت، معلش. يا كوريا حرام عليك اللي انت بتعمليه فيا ده. المفروض ان انت كنت قاعدة مع مروان المرة اللي فاتت وكنت حافظة كل حاجة حصل ايه. والنعمة كنت حافظاها، كنت حافظاها، بس هو صعب كده وما بيلزقش في البوق. طب قول تاني، قول تاني كده والنبي. ديما عباس. ايوان هو ده، ديما. ما هو انا لازم انساه، هو في واحدة اسمها ديما؟ يعني انت فاكرة ان في حد في الدنيا دي كلها اسمه كوريا؟ انت هتتريق ولا ايه؟ لا، القصد المفروض ان انت سيدة اعمال كبيرة وعندك منتجعات، قصدي كرة سياحية كبيرة جدا في انحاء العالم، في كندا وفي البرازيل، وعندك مدينة ملاهي في تركيا. والنبي انا ما عارفة احفظ كل الحاجات دي ازاي، بس يلا ساعتها بقى يبقى حلها حلال. ما تقلقيش، انا هقعد معاكي واحفظك اماكنهم واساميهم بالظبط. المهم تعرفي ان الحاجات دي نازلة على الانترنت بتواريخ قديمة، يعني 5 لـ7 سنين فاتوا، نازلة باسمك وبصورك واضحة 100%. نهار اسود، انت نزلت صورة على النت زمن العيال في بطن البقرة خدوها وعملوا بيها صور عريان. بطن البقرة ايه بس اللي انت بتتكلمي عنها يا كوريا؟ مروان اكيد لما عرف اسمك من المطعم اول حاجة عملها دخل على الانترنت،
وعمل سيرش عنك انتي وعماد بدليل انه هو اتصل بعماد. سيرش ازاي يعني؟ ما تشغليش بالك معلش، كاني ما قلتش حاجه. انا عارف اللي انا بقوله لك ده صعب وانتي مش مفروض تحفظيه بالظبط، بس معلش احنا لازم نحاول وعشان خاطري استحمليني. ما انا بعمل اللي عليا والنعمه، بس انا مش عارفه كده الحاجات دي عامله زي الافلام الهندي، وحاساها مش متعشقه في بعضيها كده، وهتلفق في الاخر. مش هتلفق. لا يا كوريا، احنا في وضع مفروض علينا. بصي اعملي بس اللي انا بقولك عليه وهتلاقي كل حاجه ماشيه صح. معرفش بقى، ربنا يستر. ايه اللي انت بتعمليه ده يا كوريا؟ انا عارفه يا خلو كان ده اللي ما فيهاش منشر دي. وبعدين انا عايزه افهم حاجه، هي الناس اللي قاعده دي هنا ايه؟ معفنه، لا بتغسل ولا بتتشطف الا ما في حمام واحد في شطاف. غيارات ايه وشطافات ايه يا كوريا؟ سود، انا ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ انا اللي جبته لنفسي. قلت ايه دلوقتي طيب؟ خش، الباب مفتوح. صباح الخير. يسعد مساك. انا يا عماد، ازيك؟ شيل شيل شيل. ايه ده؟ لا لا، بالراحة على الغسيل هيتوسخ. ايه؟ اقعد يا عماد، اقعد اقعد، ما تخافيش على الغسيل. بغسل فيها بقالي ساعة. عملت ايه يا عماد؟ طمني. زي ما قلت لك في التليفون، البيع عايزني انا اللي امسك له شغله، بس قلت له انا مش فاضي. مش فاضي ليه يا اخوي؟ ما كنت امسك له شغله وخد فلوسه وارجع عنه. كده احسن يا كوريا، علشان ما يفتكرش ان احنا عايزين منه حاجة. بالظبط. ده راح المطعم تاني، وادى نمرته لواحد من الويترز وقال له لما حد فينا يظهر سواء انا او كوريا يكلمه. تمام يا عماد، كده يبقى ماشي على الخطه اللي احنا رسمينها له بالظبط. خطه ايه اللي احنا رسمينها له؟ الراجل طب عليها في المكتب وانت معايا، خطه ايه؟ ده مش بعيد ليه بيخبط على الباب دلوقتي. يا اختي مين؟ هاوس كيم. يعني ايه؟ وهموني بالصور في السحاب ملهاش اثر، ونزلت مرمي على التراب قلبي اتكسر. وهموني بالصور في السحاب ملهاش اثر، ونزلت مرمي على التراب قلبي اتكسر. مشيت في السكة الطويلة وفي وسط الطريق رجعت ميت بالمفيد المختصر. من كتر قلبي ما ضح واتهان واتظلم، حاسس اني واخد بالألم. من كتر قلبي ما ضح واتهان واتصلى، بجد حاسس اني واخد بالألم. ايه مش هينفع يا عم الشغل السكر بيعمله ده؟ الله، ده شكله كده عايز يضرب لي الليله بالاغاني الهفا اللي بيغنيها دي. لا بقول لك ايه، انا ابني ما بيغنيش اغاني هفا، انت اللي مزعله. هو بصراحة ربنا بقى مقموص منك خالص. ايه يا راجل انت تكتبه عقد يقول لك فيه مش عارف قال شرط جزاءات ايه مليون ومليونش؟ هو احنا كنا وارثين؟ ايه هو اللي مقموص منك ده؟ الله، هو انا اختك الكبيرة؟ ده شغل ياما. مش في الاداء انت النهارده يا مستكاسك، مدي على لطفي بوشناك. بقول لك ايه، مش حاسس كده دمك خفيف شويه؟ الحمد لله. انزل على دماغي شويه. ماشي يا عمنا، اللي علي علي. ايه ده؟ انا مهدياك هديه. قومي ياما، اقعد يا واد. يلا يا واد اقعد، ما تبقى الزرزور ده. عزوز بيحبك. عزوز بيحبش الا اجيبه بس، وبيحبش الا نفسه. طب بس اقعد اقعد، هدي نفسك واشرب لك كده بق بايره يهدي اعصاب. يلا. مس الجمال والرضا. عاوز ايه يا طاعون؟ عاوز الخير والمصلحه. ما كانش يتعز يا اخوي. من الاخر كده، صاحب كباريه تاني مستعد يدفع لك ثلاث اضعاف اللي انت بتاخديه، وتسيبي هذا المكان الموبوء ونبدا هناك من جديد. السكة اللي انت ماشي فيها دي ضلمة، انا وثقت فيك قبل كده ولدعتني، لا يمكن اديك رقبتي تاني. قول اللي وزك عليا اني مستكفية. في ليلة اقل جمالا من هذه هتحتاج التعاون. ارحلي. شيخك تكسبت النيلة في يومك اللي عامل زي وشك. تعالي يا ناني احضرينا والنبي، وصي علينا النجمة.